الفنان ضيع الكرة اللي ما تضيع. محمد شوكان وجد نفسه بمواجهة محمد قاصد. محمد قاصد ردة فعل استثنائية تزداد جول. ألتراس السفانة حاضرة الليلة. جيلسون البرازيلي بلغ الناس احنا الازرق عاشقينا، احنا حب يذوب فينا. جيلسون البرازيلي اقدام الريو حاضرة في العراق قبل ان تذهب العراق الى الريو. جيلسون يفتتح باب التسجيل بدري بدري، يسعد ابو طارق في اللقطة الماضية، يسعد انصار الميناء، انصار الجوية، انصار الطلبة، انصار نفط الوسط، انصار الدوري، ويتقدم للميناء في موقعة مهمة. نعم على الغيرة أن تعود، هكذا طالبت جماهير الميناء في الأيام الماضية على الأداء السيء الذي قام به الفريق في مواجهة الطلبة، كلفه خسارة بهدف ياسر عبد المحسن. شوف 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 الكرة الماضية، عاد شوف أنت التمريرة، عاد شوف جيلسون بين المدافعين ما يشوف المرمى، سددها بالحس. هذه برازيلية، هذه برازيلية لمحمد قاصد، هاتها معاك من الشبكة. جيلسون بيسراه يفتتح أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة. عاد ما قلنا تصريحات، ما تحدثنا عن أرقام، ما تحدثنا عن أحداث، هو الرقم 7. هجومية على الرواق الأيسر وبالتالي كرات عكسية، هون التسديد، حسين علي جول، جول! قفل الدوري، قفل! إلا الدوري، إلا الدوري! زوراء إلا الدوري! التعود حسين علي يرفع الأبيض لا مدارس مع النوارس. هدف التعادل يأتي بعد ساعة من اللعب. حسين علي يطلق بيمناه آمال الزحد. واحد الزوراء عاد في الشوط الثاني أداء جيد، التسديد الثاني، جول! وصلت خطيرة وانتو تحرك جميل في شوط المباراة الثاني. اللعبة جول! يسير يا الزعيم، لا صوت يعلو فوق صوت الزعيم. دار الزمان وداره، الزوراء في الصدارة، يتجه بقوة هاتريك يبدو ان لاعبي الميناء استسلموا في الشوط الثاني. الفوارق الفنية كانت واضحة. الميناء الذي كان ثاني مجموعته في الدور الاول، خطير الرابع الرابع الرابع، جول 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 جول. عدي الجفال، رابع اهدافك يا زعيم. النوارس تحلق فوق سماء العراق، تنطلق بشكل صحيح ناحية لقب الدوري. 4 والزعيم يا زعيم، ما أروع! 4 للزوراء والنوارس، ما أروع! لوحة فنية جميلة تكتب بأقدام اللاعبين، ترسم بأذان وأرقام وحفلات الجماهير في مدرجات ملعب الشعب الدولي، تذكر الجميع بأيام جميلة يبدو أنها في الطريق الحقيقي للعودة بالنسبة للزوراء. 4-1 4-1 نتيجة كانت حصلت سابقا للزوراء في نوفمبر 2008، هدف بنزل أحمد، حيدر صباح ومصطفى أحمد مقابل هدف لفيصل كاظم. كل الأمور في الشوط الثاني ميسرة مسهلة للاعبي الزوراء لإثبات أحقيتهم على مستوى بطولة الدوري. نعم نعم عزيز المتابع، هذا الزعيم، هذا الزعيم يتجه نحو بطولة الدوري بشكل ثابت، واثق الخطوة
يمشي ملك، واثق الخطوة يمشي ملك بالأرقام، الأسماء الموجودة للسجوم عبر الجهة اليسرى. حيدر عبد الأمير راح يحتاج لدقائق فقط ليخرج الميناء من أدائه الجيد في شوط المباراة الأول، ويتحكم بالوضع ويتحكم بالمباراة ويقودها ويحركها كما يريد. كرة وسط مونير عبد الرحيم لوضع لمساته، يا سلام عليك، الخامس، قوم 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 يا كبير يا مهند عبد الرحيم. في سنوات الثمانينات والتسعينات كان هناك الهداف الكبير لكرة القدم العراقية أحمد راضي، الليلة في 2016 يسطع في سماء كرة القدم العراقية أحمد راضي صغير، هو مهند عبد الرحيم يسجل خامس الأهداف في مباراة الليلة. خماسية كبيرة كبيرة والله على الميناء، هي كبيرة. خمسة أبناء حسام السيد يسقطون في شوط المباراة الثانية. ميناء في الشوط الأول كان مختلف، في شوط المباراة الثاني أنت تشاهد أمامك أسوأ ميناء في الموسم. في الشوط الأول لعمري أن الكثيرين لاحظوا أنهم يشاهدون أفضل ميناء في الموسم الحالي، في الشوط الثاني هم يشاهدون أسوأ ميناء في الموسم الحالي. وأفضل زوراء يحقق أكبر نتيجة في الموسم الحالي ويقترب من تحطيم رقم سابق كان بستة أهداف مقابل لا شيء. حصلت؟ إيه حصلت. ستة للزوراء؟ إيه حصلت. سابقاً كانت حاضرة نتيجة الستة للزوراء. الزوراء يكرر